سارة كيفك؟ طبعا انت كيف؟ شو اخبارك؟ جود جود ماشي الحال؟ وي اليوم كمان موضوع جديد رح نحكي فيه موضوعين بالاحرى. صح، بدي اقول لك اثنين اليوم. اول موضوع بهم النساء يلي عم بحضروا حالهم ليصير عندهم بيبي وقت يكونوا بريجننت كيف يبقوا ستايلش وكمان فاشنبل، وموضوع ثاني وهو الامريكان ميوزك اووردز اللي كانوا هذيك الجمعه، عملنا فاشن بوليس توب 10 توب 5 يلي هو 5 ورست و5 بست. اوكي رح يكون عندنا تو سبجكت اليوم. We're gonna have fun. Yes we will. رح نبلش اول شيء مع pregnant woman. صح. يلا. اللي رح نعمله اليوم هو انه رح نشتغل على 4 تايب اوف وومن، لانه اكيد المرة اللي بتكون حبلة ما رح نقول انه كلهم مثل بعضهم ستيلهم، اكيد بيختلف الستيل عن شخص عن الثاني. اللي رح نعمله رح نعطيهم 4 تايبس كيف ما اقول يكونوا ستايلش بلا ما يغيروا شخصيتهم. اوكي؟ بيرفكت. رح نبلش مع اول سيلبرتي لانه هن رح يكونوا الريفرنس تبعنا تنشوف هاو تو بي ستايلش اند بريجننت. رح نبلش مع بليك لايفلي. بليك لايفلي كانت سوبر جلامور، كانت بريجننت وبقيت كثير جلامور، ابدا ما حسينا انه تغير ستيلها او تحولت وصارت انه مش تاركه حالها، رح نقول مش كثير فرقه مع اللوك تبعها، بالعكس بقيت كثير جلامور. رح نكون عم نشوف صوره ثانيه كمان لها لبليك لايفلي، ورح تشوفوا كيف بكل الريد كاربت بقيت سوبر سكسي، كثير عندها كثير عندها طله حلوه، حتى لو عندها بالعكس مش هقول حتى لانه هو الباتن فيه يكون كثير شيء حلو للبريجننت وومن، لما بتبين كل وجهها بيكون كثير احلى وبتكون هيك مضويه المره. دونك بهالطريقه بهيدا اللوك وقت تكون عم تضل سكسي عم تضل تنقي كوبيت الدريسز المولان كثير حلو تكون عم بتكمل، حتى لو عندها بطن ما تعمل منهم ازمه وتلبس واسع انه اذا انا بريجننت بلبس سوبر واسع ما بدي بقى، بالعكس كثير حلو يبين البطن تبع المره الحبله. دونك بنكون عم نشوف هون بالبلاك توتال لوك كيف بيعطي حلو البريجننسي. بالصوره اللي بعدها لبليك لايفلي يعني كمان عم تقولي لنا انه بريجننت از سكسي از ذا نيو سكسي حسب بليك لايفلي. اوكي ثاني صوره لبليك لايفلي مثل ما عم بتشوفوا هي كولور باستيل، كمان كثير لبست كولور باستيل بس بيت على المولان وبيت على كوبيت اجان يكون مفتوحه من فوق. It doesn't mean اذا انا بريجننت بدي البس كول او ما فيي البس ابدا مفتوح، بالعكس كانت عم تلبس هي مولان كم طويل بس يكون دائما يكون في كول شوي مفتوح صح تستفيد انه تستفيد بهالفتره. دونك كثير حلو كمان يكون الدريس اجان سكسي. بجرب لكم هذا التايب تبع بليك لايفلي، رح يكون في كذا تايب بس حلو يكون واحد عارف انه اوكي في ضلني انا مرتاحه بحالي مبسوطه بشكلي حتى لو انا بريجننت. اكيد. بالصوره اللي بعدها بعدنا مع بليك لايفلي لانه هي عن جد ريفرنس كثير حلوه كحدا ستايلش وبريجننت. هون اشتغلت كثير على نيود، لبست بكذا ايفنت نيود كولر لانه اعطيتها طريقه كثير اليجنت بلا ما تكون تو ماتش، لانه كمان ما بدها تكون بريجننت وومن كمان زيدتها، بدها تضلها كلاسي حتى لو سكسي. دونك هون اشتغلت على نيود كولر مع شويه اتانسيل اللي هي كثير على الموضه هلا بالبايات بالهيدا، مثل ما شفنا بزهير مراد وبكذا فاشن شو قد ايه البايات على الموضه بطريقه ناعمه لها الشتويه. دونك هيدي كمان طريقه تكون عم نلبس دريس بس يكون عندنا ايفنت حتى كمان البريجننت وومن اللي ديجا مش بس اللي محضر حاله يلي ديجا بريجننت وجاي الاعياد فيك تلبسوا هيك قصص على حفلات هلا. اكيد اتس فيري نايس. وعلى الحال اوقات هيك المراه يلي بتكون حبله يمكن لانه بتكون تعبانه اوقات بالبريجننسي تبعها وبكون عندها مشاكل صحيه، فحلو هيك تحافظ من برا على الفريشنس تبعها لما حتى هي تتعب كمان بهالبروسيس وتكون عم بتساعد حالها كمان. هذا بقول لك اياه انه عاده نحن انه اذا حدا اذا مره حبله بتصير خلص تركها حالها ما لها جلاده، بتعتبر انه خلاص ما لها جلاده، بس هو بالعكس لانه بتصير ما تحب حالها وما تحب ابدا ما تعيش هالفيس حلوه. يمكن بتنقذ من هالفتره اللي بصير فيه تغيرات بجسمها، بتحس انه كيف بدي ارجع ضعيفه مثل قبل او ارجع للبرفكت شيب تبعي. It's a phase بتقطع بتولدي you're sexy again you're always sexy don't worry. 100%. اوكي بعد رح نشوف صورة هون رح نكون عم نبلش بجيسيكا بيل. جيسيكا بيل هي another type of women كيف كانت pregnant وبقيت cool. دونك للمرة يلي مش كثير التايب تبعها على بليك لايفلي حلو نكون عم ناخذ الكوتيل دي كونتراكتي اللي هو كثير cool يات نضلنا ستايلش. دي كونتراكتي دازنت مين نلبس شغفاتمون اربع مرات اكبر من جسمنا بس نكون مرتاحين. دي كونتراكتي فيكون كثير ستايلش. جيسيكا بيل عم تفرجينا هذا الشيء بطريقه انه تلبس قصص كومفورتبل بدفوا لانه اكيد بالشتويه هلا واذا ما راح بلي اكيد مش مضطره تمرض، بس انه كمان بطريقه فيري ستايلش مع البيني مع اللونات ديتيلز صغار اكسسوارز صغار بيخلوا اللوك يبين ستايلش مش بس اذا بدك تركها حالها. وحتى لو عم تلبس جاكيت فيها تكون الكولرز تبعها الجراي لانه هلا على الموضه فيها تكون كمان طريقه الجاكيت اسيمتريك ما يكون كل شيء مثل بعضه. هون كمان انا نورمال داي كيف كانت لابسه كيف تلبس جينز كيف تلبس جاكيت. دونك فيها نكون كثير مرتاحين باللوك
بالنهار كثير مرتاحين as a pregnant woman, بس كمان عاطين تاتش صغيره بالديتيلز هن الاكسسوارز اللي بيخلوا اللوك يبينوا تبعنا يبينوا مشغول مش لوك صح. الاكسسوار دائما هيك بيعطوا سبانك صغيره لحتى يعملوا ها ديفرنس كلها. Exactly. يعني اذا كان اللوك بورينج او شغله صغيره خلص بتخلي اللوك تكسر الدنيا كلها. Exactly. This is هذا اللي بتعمله جيسيكا بيل. هاي الصوره كمان لها فيكم تعملوا ميكس اند ماتش اذا لابسين شيء تلبسوا فوقه دينيم شيرت تشتغلوا على الماتيريات وعلى التكستشرز تكون فيري اتراكتيف اللوك بطريقه اجان سمبل ديكونتراكتيه بتشبه المراه يلي بتكون مثل جيسيكا بيل. اوكي رح ننتقل على ثالث سيلبرتي يلي تشوفوا غير تايب اوف بريجننت وومن اللي هي كيرا نايتلي. كيرا نايتلي هي الاتيبيك المراه اللي هي ابدا مش مثل الكل رح نقول ويلي دائما هيك غريبه جيب بتشويسز تبعها كثير حلو شبابسه هون على فكره 100% عن جد بكل ايفنت دائما تلبس شيء كثير غير الكل وهذا الحلو فيها. دونك اذا حدا مثل كيرا نايتلي بياخذ ريسك حلو يضل ياخذ ريسك هو بريجننت مش وقت يصير بريجننت يتغير كومبليتلي. وهون لابروف بالصور كيف بتشوفوا انه لبست قصص فيهم اوكي رافلز فيهم قصص غريبه عجيبه لبست كثير لشانيل بفتره البريجننسي تبعها لانه هو بيعمل قصص كمان كثير غريبه عجيبه. بالصوره اللي بعدها كمان لكيرا بتشوفوا قد ايه بتعمل كمان الميكس اند ماتش بين التكستشرز بين الماتيريال. ما كنت عم بقول لكم كثير حلو انا يكون شيء سوبر ناعم البس له جاكيت العب على التكستشر يكون في كوير والسوا مع بعضهم او كمان الباترنز يكون في ميكس اند ماتش بالباترن. اجان مش اذا انا بريجننت بلبس من فوق لتحت نفس اللون بلا نقشه لانه لا بلفت النظر. ليه ما بدي الفت النظر؟ حتى لو بريجننت في يكون كثير حلوه وكون عم بلفت النظر بطريقه فيري فيري نايس. اوكي بعد صوره في لكيرا نايتلي بتكونوا عم تشوفوا اجان قد ايه هي بتكون عم تشتغل بطريقه رح نقول رومانتيك. يعني دائما الدرسز تبعها صح الدرسز تبعها دائما رومانتيك ودائما هيك عندهم شيء ايغيال كانه فانتاستيك مش كانه بالحياه الطبيعيه العاده الدرس الاسود دائما بتتخطى القصص النورمال اللي معودين عليهم وبقيت هيك بكل البريجننسي تبعها ما تاثر الستيل تبعها قبل وبعد وبقلب البريجننسي بتلاقي نفس المره اللي هي كثير اساسيه. شي ذا فيري تيل ووكينج فيري تيل يعني اكزاكتلي اكزاكتلي. دونك هذا كان الثالث تايب. حتى هون عم بشوفوا الصوره اللي الفستان اللي لبسته لشانيل اخذ كثير ضجه كانوا بغدغي لبابيونات صغار دونك كمان بنوع ومتى عم تقدر تلفت النظر بطريقه كثير حلوه. اوكي بيوتيفول. رح ننتقل لرابع سيلبرتي اللي هي تايب كثير ديفرنت بس كمان تشوفوا انه كيف ما كانت المراه ستيلها فيها تكمل هي وبريجننت اللي هي كيم كارداشيان. كيم كارداشيان اشتغلت بغير ستايل اشتغلت انه انا رح البس مولان حتى لو انا بريجننت ما ابدا رح فوت بالقصص الواسعه بالعكس رح البس على قد الجسم بس بطريقه فيري نايس اند كلاسي ما كانت عم بتزيدها. بتلبس مونوكروميك دريسز وان كولر من فوق لتحت لون واحد بتلبس قصص بس كثير ستريتش وماكسيمم بتزيد عليهم بليزرز. عشان هي الوحيده ساره اللي حافظت على الكيرفز تبعها من قدام ومن من ورا 100% بيت ما هي زادت ما كان عندها مشكله 100% هي ما عملت شوك كملت عادي. بالصوره اللي عم نشوفها مشاهدين هلا هو الدرس المولون كمان اجان هون لبسته على كاكي مع بليزر دونك كمان عم بتكون تري صابر يعني كيم كارداشيان عاده معودين لنحن اكثر اكسنتريك وبروفوكاتيف بس بالبريجننسي تبعها كانت عم بتنقي تكون هي تري صابر بس نفس الوقت بدها تضلها اتراكتيف ما بدها تصير بروفوكاتيف كمان شوي صح بالمولون اكيد it's in her character يعني 100% بس انه at least التياب بينلبسوا لحدا ما ضروري يكون مثل كيم كارداشيان لانه كمان كثير حلو اجان المره تعرف انه لا اذا انا حبلي في البس على قد الجسم فكره انه نلبس واسع فينا نبعد عنها لانه مش عيب ومش ما لازم نخبي بالعكس فينا نفرجي مثل ما نحن. وهيدي ثالث صوره لكيم كارداشيان توتال لوك اسود مع بليزر بيضاء الدرس كان كثير حلو كمان عليها دونك عرفت تضلها كثير مرتبه ميك اب شعر ولا نهار تظهر من البيت كيم كارداشيان بلا ما تكون شعرها وميك اب ومرتاحه وحاسه حالها فيري اتراكتيف لانه اجان كثير بتاثر على شخصية نفسيه المراه اذا كانت مرتاحه بحالها ومظبطه حالها مما تكون تركه حالها انه ايه انا خلص 9 أشهر بترك حالي لا اكيد لا حلو كون انا ضلني مره وحاسه حالي مبسوطه ومبسوطه بجسمي وهيدي الفيز بتقطع مثل ما هي وحلوه مش انه في شيء بالفاشن كمان ولكن هون بالاوتر فاشن انا عم نحكي هير المرأة وقتها تولد بتروح بتقص شعرها ايه شو ما بعمري فهمت الريليشن والكومبينيشن بين الـ يعني الفاشن ستيتمنت اللي بتعمله بشعراتها
وحتى بستيل اللبس بتقول انا من بعد البريجننسي بدي اغير ستيل تبعي بدي اغير الوردروب تبعي بكون عندها ريفولوشن على حالها لانه عاده بيكونوا اذا بدك 9 اشهر كبتين حالهم اون جيمي تركين حالهم انه خلص ما بتفرق بخلص وبغير بس هو ما ضروري تكون هيك الكونسبت في انا وبريجننت كون ستايلش مثل ما شفنا اوف كورس اوكي رح ننتقل على ثاني سبجكت اللي انا وياك دائما بنحبه ومتسلى فيه اوسم اللي هو الفاشن بوليس رح نكون عم نشوف اليوم الامريكان ميوزك اووردز اللي كانوا لاست ويك كان في اشياء كثير حلوه كان في فظايع 100% رح نشوف البالانس كان في هالوين ايش يعني شوي يعني اتس ثيمد بارتي على شوي بتحسي بالورست اي رح تشوف قصص دراما بس القصص الباس رح كون عم اقول لك شيء انه بكل بالاعلام عاده انحكى انه الامريكان ميوزك اووردز كان اكثر اوورد لبسوا منه عرب ديزاينرز دونك كان في كثير 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 ديزاينرز عرب لبس لون تياب لبنيز وغير دونك هذا شيء كثير حلو انبسط فيه لانه وكلهم اخذوا ضجه حلوه ما حدا اخذ شيء نيجاتيف ما في حدا عنده نيجاتيف فيدباك صح 100% رح نبلش بالباس تنغير اليوم يلا بالباس رح بلش باول دراس يلي هو عن جد كان روعه واخذ ضجه كثير 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 على الريد كاربت اللي هو دراس تبع كاري اندرويد كاري اندرويد لبس الدراس من عند إلي مادي اللي هو كويتي واشتغل ديزاين كتير حلو دراس طريقة نيوت كولرز بطريقة very classy مع الكاب اللي هي على الموضة كتير 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 هالشتوية مثل ما ضلينا نقول بطريقة very classy طبقة وكتير ملائمة لكاري اندرويد كتير لبقلة من هيك Lovely. هي top one love it أنا من هيك هي top one top number two number two هي حدا ما بيقدا يزيح عن ال best dress هي جيلو أكيد بكل بس دراس هي موجودة لأنه عم تلبس طريقة كتير حلوة. ما أقولش حدا فتانا. مش مقبول. بهود الميوزك أوورد بأمريكان ميوزك أوورد غيرت أوتفت 9 مرات لأنه كانت هي شو واز هوستينج الحفلة دونك أكيد غيرت كتير تيابة بس أنا نقيت هون للتوب 2 الدراس لبسته هي عم تقدم اللي هو من عند مايكل سينكو كمان دراس مخيف فيه هيدي الديفيرونس دو كولور من الاحمر وبينزل على الغوز كلير كمان بايتي بطريقه فيري اتراكتيف كم طويل اللي هو كثير على الموضه الشتويه و 3 كارت تقريبا دونك اذا بدك بيمشي على كل القصص الترند تبع واللي بقلع على الكالر اوف سكرين تبع بتعرفي لو عملنا توب 10 كان اكيد طلع على اكثر من فستان اللي لبستهم جيلو مين قال مثلا على اكثر من فستان حتى بالفايف في فستان تاني بس هلا بعد شوي بتشوفه نمبر 3 في سيارة نمبر 3 كانت عن جد لأنه سيارة لابسة فستان كتير حلو من عند ريم عكرة لبنيز ديزاينر كان كمان أخذ ضجة مش طبيعية على ريد كاربت نحكى عنه هو وكاري أندرويد أكثر اثنين أدي ترانسبارنسي صارت عم تدرج هون يعني أدي إكسنتريك بس إتس كلاسيك إكزاكتلي ما كنا عم نقول بالفاشن بوليس قبل كنا دايما نقول إنه ترانسبارنسي إز تراند بس انتبهوا ما يكون تو ماتش لأنه بس يتخطى ويصير فولجر دغري بينزل على الورست دريس الحلو بهذا دريس إنه إتس إكزاكتلي على القد يعني شوي أكثر كان طالع بشع هيك روعة والسيارة هي مع جسمها مع طلتها طالع بيرفكت دونك برافو لأنه هذا توب 3 نمبر 4 هي جيلو قلت لك ما طلع على بس درس واحد بس معك حق لو كان كان طلعوا اكثر من اثنين بعد كثير معقول شو حلوين دراسز مش مقبولين لسه دراس هون من عند زهير مراد من الكولكشن تبع شتويه ما فيها ما تمرق من عند زهير ما في الا ما يقطع دراس اصلا جيلو لبست كمان من عند شربل زوي من عند نيكولاج بران دونك من اصل 9 اوتفيت في 3 منهم لبنيز دونك هذا شيء كثير حلو بيرفكت دونك هون لبست عند زهير مراد كمان دراس روعه من الكولكشن اللي كانت كلها ستارز اخذت كمان كثير رهجه بهالفستان انه ما في ولا فستان اصلا قطع على الخفيف بس انه هودي اكثر اثنين نحكى عنهم صح هلا نمبر 5 بالبست دريس هي كاندل جينر يلي هي مشتركه ولا كامباين مش مبينه فيها ولا فاشن شو مش مبينه شيء فيه دونك اكثر توب موديل عم تاخذ ضجه كاندل جينر وكل الانظار عليها كانت سوبر سمبل رح نقول بس الكوافير تبعها كثير عطيتها شخصيه بين ريد كاربت لانه ستايلينج از نوت جاست اباوت ذا لوك كاوتفيت كتياب كمان كل شيء مع بعضه كمان ميك اب شعر سو توتال لوك كان كثير تلفت النظر بالدريس سوبر سيمبل لأغيات دوميناج يلي هو سوبر سيمبل بلاك بس من هون كان فيه على الإبول بس شوية إذا بدك فوغير ستايل ولبسة شوز من عند بالما اللي هي كانت البيجست كامباني عم تعمل إياها عم تعملهم إياها كاندل وشعراتها كانوا كتير حلوين This is why هي نمبر 5 بالبست دريس هلا هنتقل للورست كارثة كيف رح نمشي رح نمشي من التوب 1 لتوب 5 توب 1 وشايفوا المشاهدين دجا قديه دراما التوب 1 توب 1 هي زد لالا يلي صايره هلا محل ليدي غاغا يعني كل ما قالها زد لالا لاند شو لبسه شو عامله ليه عامله اوكتوبس
فاتت انه under the sea. ما بعرف ليه، ما عندي فكره ليه، بس هي عم تاخذ اذا بدكم لقب ليدي جاجا، سينس ليدي جاجا ركزت اجى حدا محلها، لانه الا ما يكون ليدي جاجا وصارت شيز جوينج يعني بلاك سمبل بيزك. ايه هي ما بعرف رقت على وضعها شوي. هي ايقونه غلاب، هي عم تعمل محلها هلا. سو هي توب 1 اكيد ما فيني ايش. توب 2 هو برنس يلي لابس كان total look gold. It was too much. كمان هلا اثنيناتهم عم بيحضرونا للبربارة، افكار لنهار الجمعة فيكم تاخذوهم من اول توب 2. مش غلط. دونك برنس كمان كان too much مع شعراته الرينات واللوك الجولد، ما في انه هيك صار provocative بس على مزعج، على ما لازم. بس الواحد فيكم provocative بس على decent، على حلو، على attractive، على ايه اوكي بتطلعي بتقولي اه واو، بس انه ما بلبسها بس حلوة. انجوي ات. ايه 100%. ما فيك تكون بروفوكاتيف على شيء بشع انه صح. ايه هن عم بيروحوا على الكوتيل كثير بشع ويلي ما بيلفت النظر طريقة حلوه بالعكس. بس هيدي الشغله بعدها بتغيب عنا هون بالعالم العربي وبلبنان بالريد كاربتس بالايفنتات. بعض السليبرتيز ذير نوت ذيري هالقد انهم يعملوا ستيتمنت بالفاشن تبعهم. بعضهم عطوا اون ذا سيف سايد دريسز، عرفتي؟ بعد ما حدا كان هالقد جريء ان كان من الرجال او السيدات انه يعمل ستيتمنت ان كان بوزيتيف او نيجاتيف. بدي اقول لك شيء، تعتبر مايا دياب بالدراسه تبع نيكولا جبران كانت عم بتجاه عم تعمل شويه ستيتمنت. هلا مش هيك بفضل حدا يعمل هيك، ايه بس ستيل، بس ستيل ايه ما في نفس الجراه اكيد، بس في ناس تجاه عم بيجربوا شويه الدراسه تبعهم يكونوا مش مثل الكل. بس اجي اقول انه مثل هول شفناهم ما في، واحسن بفتكر هالقد احسن، بس فينا نعمل ستيتمنت بطريقه شوي مدروسه اكثر يكون فيها معنى، تكون بوزيتيف يعني بوزيتيف 100%. ثالث شخص بيل ويرست دريس هي جوان ستيفاني اللي انا عاده بحبها بس وبحب ثيابها يعني. هون لبس من عند يوسف الجسري اللي هو كمان كويتي. الدريس انا برايي هون ترانسبيرنسي واز تو ماتش، هيدا اللي بدي اقوله انه بس نصير كثير بصير بروفوكاتيف على مش حلو. واذا بدكم اذا بدكم الاوفر سايز الكتاف الاوفر سايز كمان كثير دبشوا اللوك وما عاد شو حلو لها. زياده شعراتها ميك اب خلوا كل شيء يعطي منه ابدا ستايلش، يعني ما فاتت بشيء فيري ترندي، بالعكس فاتت بشيء كثير مدام وهو مش ستيله لجوانتي. حسب بينها مثل مادونا عن بعيد شوي. ايه ايه بشعراتها كمان صح. دونك ابدا ما بتشبه حالها وهذا الشيء مش حلو لانه هي عاده كثير بتعمل ستيتمنت. صحيح ما في ايدنتيتي 100%. She lost her identity بهاللوك. صح، من هيك هي توب 3 بالورست. رابع لوك بالورست هي نيكي ميناج يلي عادة مش مذوقة هالمشكلة. هلا هون لبسة عن جد، هون لبسة عند مايكل كوستيلو. دايما انا اللي بحسه مشكلة عندها من هيك تطلع بالورست هو انه ما بتلبس الملائم لجسمها. هي عندها شيبس وكتير ويا الشيبس تبعها، مش ضروري نزيدهم بالملاوة تكون اكزاجريتد بيصير اجان بروفوكاتيف من ورا شيب جسمها. يعني لبس نفس الفستان لحدا سلم ما بيعطي مزعج، بس صح. هيك فستان على حدا مع هالقد كيرفز عم بيطلع تو ماتش، انه ما ضروري هالقد. عشان بتخيل المقصودة يعني ما هي دايما بتعمل هيك، ايه مقتنعة انه سلبي بس هو لا. هي المشكلة بستايلست تبعها مش هي اكيد المشكلة بستايلست، بس انه ستايلست بتشبه هي شو بدها يعني، انه وي تعملها شيء غصب عنها ما رح تقبل معها. اوكي ذس از واي هي نمبر 4. فيك تجبري اوقات ساره انت سيلبرتي معين يلبس شيء انت على بالك تلبسيه وهو ما يكون حابه. هلا تجبره لا، بس تقنعه فيها وبيعه اياها اكيد، لانه اذا شيء منيح له للشخص. أوكي. انا ام جن دو ذا بيست له، سنس انه الستايلست المفروض يكون عم يعمل الاحسن للسيلبرتي، لانه المفروض يكون دارس هالموضوع ويكون فاهم ليه عم يطلب هيك من سيلبرتي يلبس مشانه هيك على باله. سو مفروض عاده سيلبرتي يسمعونا لانه اكيد احسن لهم. لانه نورمالي بس يصير يلي بده اياه سيلبرتي مش دائما احسن، بكون صحيح مش دائما صحيح صح. خامس لوك، خامس لوك بالورست دريس هي اختها لكندل جينر يلي عاده عم ضلها بالبست وكايلي عم ضلها بالورست، لانه كايلي اخذ الاكستريم الثانيه. يعني قد ايه كندل عم بتكون صوب وكلاسي، قد ايه كايلي عم تكون اكزاجيري وفولجر، عم تاخذ الاكستريم الثانيه. بس لانه يمكن كندل خلص اخذت سباركل تبعها، ما لنا بحاجه تعمل ستيتمنت هذيك، ما انا عارفه شو بدها تعمل. تتخبي على حدا من اخواتها قد ما كتار بدها تبين. قد ما كتار سو بليز انه اي اكزيست. هو اصلا بيقولوا انه هي مشكلتها لكايلي انه دائما عم تعمل اوفر، لانه هي الصغيره بالبيت ولانه كله بين قبلها وكلهم شهر قبلها، فعم دائما عم بتزيدها.
سو باللوك تبعها هلا لبسوها من براين هيرنز، اللوك تبعها الكوير هو على الموضه ايه بشتويه بس مش ضروري ينلبس بهالطريقه مع الكلوتي مع الكوتي اسيمتريك والميل اللي كثير مفتوحه دونك فيلجار اجان وهي ديجا التايب تبعها فيلجار دونك اتس تو ماتش. ثانك يو لك ساره كيروز، هيدي كانت فقره متنوعه بين الفاشن بوليس وبين فاشن للبريجننت وومن. انا بدي اقول لك هاف ا جريت ويك، نحن بنشوفك الجمعه يس بيري لوكينج. ثانك يو ساره. ثانك يو.